بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 11. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل. ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. من أصول أهل السنة والجماعة، أي من أصول عقيدتهم، أنهم يقولون الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالجوارح مع اعتقاد القلب. ولهذا يقولون قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو الإيمان، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يعني الأعضاء، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإن كان اعتقادا بالقلب فقط ولا ينطق بلسانه مع استطاعته لم يكن إيمانا. فكل المشركين خصوصا من العرب يعتقدون بقلوبهم، لكنهم أبوا أن ينطقوا بألسنتهم، لم يكونوا مؤمنين. ولهذا يقول جل وعلا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك، لا يكذبونك، يقرون بما جئت به في قلوبهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يجحدون ذلك، فلا ينطقون به بألسنتهم تكبرا وعنادا. فلا بد من هذه الأمور: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة، كما في قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، زادتهم إيمانا. ويقول جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزيد الله الذين اهتدوا هدى، دل على أن الإيمان يزيد. وأما النقصان ففي قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدناها، فقال أدناها، فدل على أن الإيمان يصل إلى المرتبة الأقل، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. الحياء شعبة من الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أدل على أن الإيمان يكون ضعيفا، أضعف الإيمان، ويكون وزن حبة خردل. والله جل وعلا قال في المنافقين إنهم، يعني قال في المنافقين: للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هذا أقل شيء عندهم، أقل شيء من الإيمان، إيمان أقرب إلى الكفر، يعني إيمان قليل. دل على أن الإيمان ينقص ويزيد، يزيد بالطاعة
وينقص بالمعصية. كل ما يعصي عبد العبد ربه ينقص إيمانه، كل ما يطيع ربه يزيد إيمانه بالطاعة. نعم. ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب اعتقاده، وقول اللسان النطق، النطق والتكلم بكلام التوحيد، النطق بالشهادتين، والنطق بالأذكار بذكر الله سبحانه وتعالى، النطق باللسان، والعمل والاعتقاد بالقلب. فلا يكفي النطق باللسان دون اعتقاد القلب، فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله، حتى اليهود يقولون لا إله إلا الله، لكنهم لا يعتقدون ذلك في قلوبهم، لا يعتقدون اعتقادا صحيحا، فليسوا مؤمنين. قول باللسان واعتقاد بالقلب، ولا يكفي عمل بالجوارح أيضا، صلي ويصوم ويحج ويعتمر ويجاهد، هذا عمل الجوارح. نعم. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يزيد بالطاعة، هذا في القرآن، أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، هذا في القرآن أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا في الحديث، هذا في الحديث كما سمعتم، أنه من لا ينكر المنكر بقلبه لم يكن فيه إيمان، ومن أنكره بقلبه فذلك أضعف الإيمان وأقل الإيمان. نعم. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق، أي أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بالذنوب كما تفعل الخوارج، لا يكفرون أهل القبلة الذين يصلون إلى الكعبة، لا يكفرونهم بالذنوب التي دون الشرك، يتنقص الإيمان لكنهم لا يكفرون بها، خلافا للخوارج الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك. نعم. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. نعم. الخوارج هم الذين يكفرون بالمعاصي التي دون الكفر، فعندهم من فعل كبيرة من كبائر الذنوب يكفر عند الخوارج، هذا غلو، هذا غلو والعياذ بالله. والخوارج يكفرون المؤمنين كما في الحديث أنهم يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، هذا مذهب الخوارج، قاتلونهم لأنهم يكفرونهم، نزلوهم منزلة الكفار، جاهدوهم بالسلاح كما حصل في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعهد من جاء بعده يقتلون أهل الإيمان، يقتلون أهل الإيمان، حتى إن عليا رضي الله عنه قاتلهم في النهروان، وقتل منهم مقتلة عظيمة 6000 أو أكثر، قتلهم في النهروان، قاتل الخوارج وقتلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم، لما وصف الخوارج قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وأولهم الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قسم
المغانم قال له يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل. قال ويحك من يعدل إذا لم أعدل. فقال هذه المقالة للرسول صلى الله عليه وسلم مشافهة. فلما تولى ومدبرا قبحه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا، من ضئضئ يعني من شكله، يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم صيامكم إلى صيامهم، يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. الخوارج. نعم. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. نعم. فالمؤمن وإن كان عاصيا، والمؤمنون وإن كان عندهم معاصي بعضهم إخوة لبعض. قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمؤمنون إخوة وإن كان عندهم أو عند بعضهم شيء من المعاصي التي دون الكفر ودون الشرك، فذلك لا يجعله خارجا عن الإيمان كما تقوله الخوارج، وإنما يعتبرونه فاسقا بمعصيته، فاسقا بمعصيته مؤمنا بإيمانه، يكون فيه إيمان ويكون فيه كفر عملي، كفر عملي. أما الكفر الاعتقادي فلا يجتمع مع الإيمان، إنما الكفر العملي يجتمع مع الإيمان وينقص الإيمان. نعم. بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. نعم. فمن عفي له من أخيه شيء، من أخيه من هو؟ المقتول. من عفي للقاتل من أخيه المقتول الذي قتله شيء من القصاص أو الدية، ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إذا تقررت الدية فإن من وجبت عليه يؤديها بالمعروف، ومن وجبت له يتبع بإحسان ولا يتشدد في الطلب ويضايق المدين. هذا شأن أهل الإيمان. نعم. اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال من أخيه، من أخيه يعني القتيل، فسمى القتيل أخا للقاتل، دل على أن القاتل لا يكفر وإن كان القتل كبيرة من كبائر الذنوب، ومع هذا لا يكفر. قال جل وعلا فمن عفي له من أخيه القتيل، عفي للقاتل من أخيه فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. نعم. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأثبت لهم الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فيما بينهم فأصلحوا بينهم، فدل على أن المعاصي وإن اقتتلوا فإنهم لا يزالون مؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فدل على أن الأخوة الإيمانية باقية
مع أنهم يقتتلون بينهم، وأمر بالإصلاح بينهم. هذا دليل على أن المؤمن لا يكفر بارتكاب الكبيرة التي دون الشرك، ولا يزول عنه اسم الإيمان، ولكن ينقص عنده الإيمان. نعم. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وصفهم بأنهم من المؤمنين مع أنهم يقتتلون. نعم. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأصلحوا بين أخويكم اللذين يقتتلان، سماهم أخوين، فدل على أن الكبيرة التي دون الشرك لا تخرج من الإيمان. نعم. كما تقوله الخوارج. نعم. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. نعم. الفاسق الملي الذي لم يخرج من الملة، فاسق لم يخرج من الملة، فمعصيته فسوق وليست كفرا، فأهل السنة لا يسلبونه الإيمان المطلق، يعطونه الإيمان، يعطونه مطلق الإيمان، يعطونه مطلق الإيمان، ولا يعطونه الإيمان المطلق يعني الكامل. فالكامل يقال له المطلق، والناقص يقال له مطلق الإيمان، ويعطونه مطلق الإيمان، فدل على أنه لم يخرج من الدين. المعتزلة الخوارج يقولون كافر خلاص، كافر. المعتزلة يقولون ما هو بكافر ولا مؤمن، في المنزلة بين المنزلتين، صاحب الكبيرة في المنزلة بين المنزلتين، بين الكفر والإيمان. وهذه من أصولهم المبتدعة، من أصول المعتزلة، المنزلة بين المنزلتين. فإذا مات ولم يتوب فإنه يكون من أهل النار كما تقوله الخوارج. نعم. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول. ولا يخلدونه في النار. خوارج يقولون من دخل النار فإنه لا يخرج منها، لا يخرج منها، والنار يدخلها المؤمن والمسلم بذنوبه، فقد يمكث فيها مدة ثم يخرجه الله من النار ويدخله الجنة، فمآله إلى الجنة ولو عذب في النار. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن المؤمن قد يدخل النار ويعذب فيها مدة طويلة ثم يخرج منها ويدخل الجنة ويكون من أهل مع أهل الجنة بإيمانه. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. الخوارج يقولون لا، من دخلها إنه لا يخرج منها. نعم. ولا يسلبون الفاسق الملية. في الحديث أن الله جل وعلا يقول: أخرجوا من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. أخرجوا من النار، الله أمر بإخراجه من النار، وهم يقولون لا ما يخرج من النار. نعم. لجهلهم. نعم. ولا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما بالكلية، يعني لا يسلبونه اسم الإيمان بالكلية ويحكمون عليه بالكفر، ولا يعطونه الإيمان بالكلية أنه كامل الإيمان، بل يجعلونه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. نعم. ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. المعتزلة يقولون بقول الخوارج: إذا مات ولم يتب يقولون هو مخلد في النار، هو في المنزلة بين المنزلتين ما دام في الدنيا، فإن مات ولم يتب فهو في النار كما تقوله الخوارج. نعم. بل الفاسق
يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. نعم. وقد بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان ويعطى وصف الإيمان وإن كان عنده كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك، فيكون مؤمنا فاسقا، مؤمنا بإيمان فاسقا بكبيرته، يجتمع فيه الإيمان ويجتمع فيه الفسق. نعم. بل قال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هل المراد كفار يعني الكفر الأكبر؟ لا، كفار كفر الأصغر، لأن الاقتتال هذا كفر. لا ترجعوا بعد كفارا يعني الكفر الأصغر، ما هو الكفر الأكبر. ثم بيّن فقال يضرب بعضكم بعضكم يعني المسلمين رقاب بعض. نعم. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. نعم. فلو حرر في الكفارة رقبة فاسقة صح التكفير، صح التكفير بها وإن كانت فاسقة ما دامت لم تخرج من الإيمان. نعم. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في المطلق، أما مطلق الإيمان فيدخل فيه. نعم. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما المؤمنون الذين يعني كاملوا الإيمان، كاملوا الإيمان، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فهم هؤلاء هم أهل الإيمان، وإن كان عند بعضهم شيء من النقص، من النقص في إيمانه. نعم. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هؤلاء كامل الإيمان، كامل الإيمان. نعم. ولا يدخل فيهم ناقص الإيمان. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. يعني أنه يزول عنه الإيمان في هذه اللحظة ثم يعود إليه، يعود إليه بعد ذلك، أما وقت ممارسة الجريمة فإنه يرتفع عنه اسم الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق حين يسرق، حين يسرق وهو مؤمن. نعم. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها. النهبة غصب المال مجاهرة، النهبة غصب المال من صاحبه مجاهرة لا سرقة. نعم. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فليسلبون الناس أموالهم جهارا، هذا ضعف في إيمانهم، لكن ليسوا كفارا، لكن لا يفعلون هذا وهم مؤمنون. وقت الجريمة يرتفع عنهم الإيمان ثم يعود إليهم بعد ذلك. نعم. ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان. يقولون أهل السنة والجماعة المرتكب للكبيرة هو مؤمن ناقص الإيمان، ما يقولون مؤمن كامل الإيمان. نعم. أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. مؤمن بإيمان عنده أصل الإيمان، لم يخرج من الإسلام ولا من الإيمان، لكنه فاسق يعني خارج بكبيرته، عند خروج من الإيمان، خروج جزئي ما هو كلي. نعم.
فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. نعم، لا يعطى اسم الاسم المطلق الإيمان المطلق يعني الكامل، ولا يسلب مطلق الإيمان يعني يحكم عليه بالكفر، لا، يكون مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن فاسق. فاسق فرق بين الفاسق والكافر. نعم. فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، ومن أصول أهل السنة والجماعة. انتهينا من هذه المسألة وهي مسألة مهمة جدا. نعم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم، فلا يحقدون على الصحابة ولا يبغضونهم، وسلامة ألسنتهم فلا يتكلمون فيهم ولا يتنقصونهم، وإنما يثنون عليهم ويمدحونهم، فهم في قلوبهم يحبونهم وفي ألسنتهم أيضا يزكونهم ويثنون عليهم، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا للخوارج الذين يكفرون الصحابة والعياذ بالله، وخلافا للروافض الذين يكفرون كثيرا من الصحابة ولا يزكون منهم إلا عددا قليلا من أهل البيت. نعم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، يعني صفتهم في التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، ومثلهم في الإنجيل، صفتهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره واستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. نعم، ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك: الذي يبغض الصحابة كافر، لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار. نعم. كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا سلامة قلوبهم وألسنتهم، سلامة قلوبهم أنهم لا يجدون غلا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلامة ألسنتهم أنهم لا يطعنون فيهم ولا يتنقصونهم، بل يثنون عليهم يترضون عنهم. نعم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون يعني ربنا الصحابة. نعم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا سلامة قلوبهم وألسنتهم، قلوبهم تحب الصحابة وألسنتهم تدعو لهم وتثني عليهم. نعم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، حلف صلى الله عليه وسلم، لو أنفق أحدكم مثل أحد، جبل أحد ذهبا، مثل جبل أحد ذهبا لو أنفقه تصدق به ما بلغ مد أحد، يعني المد من الصحابي الذي ينفقه في سبيل الله، ولا نصيفة، يعني نصيف المد، لأنه عندهم من الفضائل ما ليس عند من جاء بعده، فالعمل القليل منهم كثير ومضاعف. نعم. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع
من فضائلهم ومراتبهم. نعم، يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم، مما وصفهم الله به وما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم به، وما ذكر الكتاب من فضلهم وما ذكرت السنة من فضلهم، يقبلون هذا ولا يردونه ويعتقدونه. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة. نعم، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح. والصحابة يتفاضلون، الصحابة على مكانتهم يتفاضلون فيما بينهم، فبعضهم أفضل من بعض. المهاجرون أفضل من الأنصار، والذين أسلموا بعد الفتح وقاتلوا، يعني فتح مكة، لا فتح صلح الحديبية، صلح الحديبية سماه الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لأن صلح الحديبية انتصر به المسلمون انتصارا عظيما، وصار تمهيدا لفتح مكة. نعم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح، يعني من قبل الفتح يعني صلح الحديبية، صلح الحديبية. نعم، على من أنفق من بعد الفتح، يعني بعد صلح الحديبية. نعم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل، على من أنفق من بعده وقاتل. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وكل وعد الله الحسنى، ما هو معنى أن تنقص اللي أسلم بعد الفتح، الله وعده بالحسنى، لكن ما هو مثل اللي قبل الفتح. تفاضلون بينهم، وأفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، خلفاء الأربعة، هؤلاء هم أفضلهم، ثم بقية العشرة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، بقية العشرة، ثم المهاجرون أفضل من الأنصار. نعم، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، لأن الله قدمهم. ما يأتي ذكر المهاجرين والأنصار إلا ويذكر المهاجرون قبل الأنصار. نعم، مع ما للأنصار من الفضل العظيم. نعم، ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر لهم فضيلة خاصة أيضا على بقية الصحابة، فمن شهد بدرا فله فضل عظيم على من لم يشهد بدرا، والله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فمهما عمل البدري من المعاصي فإن الله قد غفر له بسبب حضوره لوقعة بدر. نعم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. الشجرة التي بايع، شجرة الحديبية التي بايع الصحابة فيها تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتال، بايعوه على الموت لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أهل مكة رضي الله عنه يفاوضهم، فجاء الخبر أن عثمان قتل، أن عثمان قتل رضي الله عنه. عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه تحت الشجرة وطلب منهم البيعة على الموت، فبايعوه على الموت. قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه بيعة الرضوان، بيعة الرضوان تحت الشجرة، شجرة الحديبية. ثم جاء عثمان سليما رضي الله عنه لما حصلت البيعة وحصل للصحابة هذه الفضيلة، جاء عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم بايع لعثمان. عثمان ما حضر بيعة الرضوان لأنه في مكة،
فبايع له النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، بايع لعثمان. نعم، قال وهذه لعثمان. نعم. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. الذين حضروا الحديبية هذا عددهم أكثر من 1400، أما الذين حضروا بدرا فكانوا 310. نعم. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة، كالعشرة المشهود لهم بالجنة، العشرة الخلفاء الأربعة، وطلحة والزبير وبقية العشرة، طلحة والزبير وسعد وسعيد، سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص، سعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف، وهؤلاء هم العشرة المشهود لهم بالجنة. نعم. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت ابن قيس ابن شماس. ثابت ابن قيس ابن شماس لأنه كان خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان رجلا فصيحا، وكان خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحد من الوفود، كما أن حسان رضي الله عنه هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان إذا جاء شاعر مع الوفود وأنشد جاء حسان فأنشد ردا عليه وتأييدا له، فهذا شاعر الرسول وهذا خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثابت بن قيس ابن شماس الذي قتل في اليمامة رضي الله عنه. نعم. وكان رجلا جهوري الصوت، فلما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اختفى في بيته، اختفى في بيته، فسأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه في بيته، فذهبوا إليه يسألون لماذا، قال لأني أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخشى أني في النار. قال لهم قولوا له هو في الجنة، قولوا له هو في الجنة، فشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذا معنى ثابت بن قيس بن شماس. نعم. وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. نعم. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، الخلفاء الأربعة. نعم. أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دل الأربعة، هؤلاء أفضل الصحابة. نعم. كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. لا، لأن بعض العلماء يرجح أو يقدم عليا على عثمان، بينما الجمهور يقدمون عثمان على علي رضي الله عن الجميع. نعم. مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، أيهما أفضل؟ لم يخالف أحد في أن أبا بكر هو أفضل الأمة، ثم بعده عمر رضي الله عنه، اختلفوا في عثمان وعلي أيهما يقدم، بعضهم قدم عليا وبعضهم قدم عثمان. نعم. والجمهور على أنهم يقدمون عثمان رضي الله عنه. نعم. فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي
وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن هذه الأقوال الثلاثة في علي وعثمان، هل عثمان أفضل أو علي أفضل أو يتوقف فيهم؟ لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. بعد ذلك يعني بعد الخلاف جاء الإجماع على أن عثمان أفضل من علي، قدموه على علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. نعم، فمن قدم عليا فإنه لا يضلل، ومن أخره وقدم عثمان عليه فإنه لا يضلل. نعم، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة. مسألة الخلافة لا شك أن الخليفة بعد أبي بكر وعمر أن الخليفة هو عثمان، الخليفة هو عثمان، وأن عليا رابع الخلفاء الراشدين، ما أحد يخالف في هذا، إنما الفضيلة أيهما أفضل هو المحل الخلاف، هل علي أو عثمان. أما الخلافة فلا أحد يقدم عليا على عثمان فيها أبدا. نعم، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك نعم، فمن قدم عليا على عثمان في الخلافة فإنه ضال. نعم، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين على هذا الترتيب، ولهذا يأتي في الخطب على هذا الترتيب، ويأتي في الدروس ويأتي دائما ترتيبهم بهذا الترتيب، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع. نعم، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. من طعن في خلافة هؤلاء الأئمة الأربعة فهو أضل من حمار أمه عند أهل السنة والجماعة، لأنه مجمع على أن ترتيبهم في الخلافة على هذا النمط، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لا خلافة في هذا عند أهل السنة، إنما الخلافة أيهما أفضل علي أو عثمان، وهذا أمر يسير. نعم، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي نقف عندها. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المصنف رحمه الله أن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، هل المراد بقول القلب الاعتقاد بالشهادتين، وأما عمل القلب فهو ما يتعلق بالرجاء والخوف والمحبة؟ قول القلب هو الاعتقاد، اعتقاد القلب هو قوله. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من سب واحدا من الصحابة رضوان الله عليهم فهل يكفر بهذا الأمر؟ نعم، يقول: من سب واحدا من الصحابة رضوان الله عليهم فهل يكفر بهذا الأمر؟ الله جل وعلا قال: ليغيظ بهم الكفار، فمن اغتاظ من الصحابة أو أبغضهم فالآية تدل على كفره. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه فإنه خالد مخلد في النار، هل يعتبر كافرا بذلك؟ لا، خالد مخلد في النار ليس خلودا أبديا، وإنما يطول عذابه في النار ثم يخرج منها، المؤمن لا يبقى في النار ولا يخلد فيها، ولو عذب فيها ولو طال تعذيبه فيها لا يخلد في النار، إيمانه يخرجه الله به من النار ولو طال تعذيبه. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: القول بأن العمل شرط كمال للإيمان هل هو قول المرجئة؟ ما قاله أحد فيما أعلم إلا بعض العصريين، ولا عبرة بقوله. نعم،
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يكفر من ترك الصلاة بالكلية؟ من تركها متعمدا فإن الدليل على أنه يكفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، هذا نص الحديث، هذا نص الحديث بين العبد هذا حديث آخر، ما بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. نعم، فليس عمل من الأعمال يكفر صاحبه إذا تركه إلا الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الذي لا يكفر تارك العمل بالكلية مع استطاعته للأعمال، هل يعد هذا من المرجئة؟ يعد إيش؟ الذي لا يكفر تارك العمل بالكلية مع استطاعته للأعمال، هل يعد هذا من المرجئة؟ شر من المرجئة، هذا شر من المرجئة، هذا عنده أن الإسلام بدون عمل يصلح إسلاما بدون عمل، بدون صلاة، بدون صيام، بدون حج، بدون، من يقول هذا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الذي يقع في ناقض من نواقض الإسلام جهلا منه، فهل يقال بأنه كافر مباشرة؟ لا، إذا كان جاهلا لا يؤاخذ، الجاهل لا يؤاخذ والناسي لا يؤاخذ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ نعم. يقول: ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ ما هو المراد يقولها بلسانه، المراد يقولها معتقدا لها، عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها، ما بس تلفظ بلا إله إلا، من قالها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها دخل الجنة. نعم. ومقتضاها الصلاة والصيام والحج والزكاة. نعم. قال رجل لوهب ابن منبه رحمه الله، أحد أحبار اليمن، قال له: يا أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال وهب رحمه الله: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. الذي يأتي بلا إله إلا الله بدون عمل كالمفتاح اللي بدون أسنان، ما ينفع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يسأل فيقول: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يقول: إذا مات هذا الزاني أو السارق حال فعله هذا، فهل يعد كافرا فلا يصلى عليه؟ لا، من قال هذا؟ لا يصلى عليه، يصير مرتكب لذنب تحت مشيئة الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أن اللي يرتكب ذنب ما يصلى عليه، ما يصلى على أحد، ما هنا أحد سالم، هل هنا أحد سالم من ذنب؟ ما أحد سالم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن يوصف الصحابي الجليل عمر بن العاص رضي الله عنه بأنه الداهية؟ نعم، عنده دهى ما في شك، عنده دهى، ومعاوية عنده دهى، صحابة أعطاهم الله الدهى والسياسة الحكيمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ينكر على من قال إنه في بعض الفروع في العقيدة وقع فيها خلاف بين السلف كمسألة المفاضلة؟ يقول: هل ينكر على من قال إنه في بعض الفروع في العقيدة وقع فيها خلاف عند السلف؟ ما في فروع يا أخي، العقيدة ما فيها فروع، أصول، كلها أصول، من قال إن العقيدة لها فروع؟ نعم، هذا تقسيم من ناس ما يفهمون العقيدة، ما
ما فيها فروع، كلها أصول. نعم. فضيلة الشيخ، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه فيها فروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يعد عيسى عليه الصلاة والسلام، هل يعد صحابيا لأنه سينزل في آخر الزمان ويكون تبعا لأمة محمد؟ لا، هو نبي، هو نبي من أنبياء بني إسرائيل. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم صدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهو نبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والنبوة أفضل من الصحبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، أو هذه امرأة تقول هي من خارج البلاد وتسأل أن زواجها بعد أيام قليلة وأهلها يصرون على استعمال الغنى في هذا الزواج وأنهم هم الذين سيدفعون هذه الأمور. تقول إن زوجها وهي يرفضان لكنهم يصرون كثيرا على ذلك، تطلب نصيحتكم في هذا الأمر، وما الواجب عليهما؟ الزوجان ما يحضران الحفل، يدخل على زوجته ولا يحضر الحفل، ما يحضر الحفل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الدعاء عند آيات الرحمة والعذاب ونحوها في صلاة الفريضة، هل هو أمر مشروع؟ الدعاء إيه؟ الدعاء والسؤال عند آيات الرحمة وعند آيات العذاب، يقول في صلاة الفريضة، هل هو أمر مشروع؟ إيه نعم، يقولون في متن الزاد حتى يقول: ولو في فرض، يسأل عند آية الرحمة ويستعيذ عند آية العذاب، ولو في فرض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أذهب كل فترة إلى مكة لمدة أسبوع، وإذا ذهبت هناك فإني أصوم هذا الأسبوع كاملا استغلالا لفضل المكان، فهل يجوز عملي هذا؟ نعم، يرجى لك الخير فيه إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هل المقصود بالخلفاء الراشدين هم الخلفاء الأربعة؟ بلا شك أن المراد بهم الخلفاء الأربعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا جئت والناس يصلون والإمام ساجد فسجدت معه، يقول ثم قمنا إلى الركعة الثانية، فهل أقرأ دعاء الاستفتاح حينئذ؟ تقرأه بعد تكبيرة الإحرام وأنت منحط للسجود، تقرأ الاستفتاح أنت، يعني تأتي به مختصرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: مسجد جماعته يؤخرون صلاة العصر دائما حتى لا يبقى بين صلاة العصر والمغرب إلا ساعة واحدة، يقول هل يجوز أن أذهب لأصلي معهم باستمرار؟ هذا وينه فيها المسجد عندنا؟ ما ذكر شيئا. إن كانوا عندنا يجب أنه يرفع بشأنهم إلى شؤون المساجد، يتأخذ على أيديهم، ما يتأخرون عن الناس، صلون مع الناس لا يتأخرون عنهم، والوزارة هي اللي تتولى هذا الأمر. وهذا ما يصلح إمام، هذا ما يصلح إمام، هذا شذوذ عن الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل قول القارئ صدق الله العظيم هو أمر مشروع عند انتهائه من قراءة القرآن؟ ما ورد هذا، ما ورد هذا، يقولون أنه بدعة، التزامه بدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: لئن ظفرت بهم لأقتلنهم قتل عاد،
يقول هل هذا يدل على أن الخوارج لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد؟ يقول هل هذا يدل على أن الخوارج كفار؟ يقتلون لبدعتهم، يقتلون لكفرهم، يقتلون لبدعتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بالنسبة للأذان الثاني أو الأذان الأول، بالنسبة للأذان الأول يوم الجمعة والذي جاء به عثمان رضي الله عنه وأرضاه، هل يقال بأنه سنة؟ نعم، سنة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فهذا من سنة الخلفاء الراشدين، لأن عثمان هو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بالنسبة لزكاة الزروع، يقول سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هل معنى ذلك أنه يجب إخراج الزكاة في نفس يوم الحصاد أم له أن يؤخرها إلى وقت آخر؟ يؤخرها إلى وقت آخر لا بس، يعني يبدأ وجوب الزكاة عند الحصاد يبدأ، أما أنه يتأخر لعذر لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول عندي، هذا أب يسأل فيقول عندي بنت معلقة، علقها زوجها ولها 4 أطفال، يقول هل يجوز أن أخرج وأن أعطيها من زكاة مالي وأنفق عليها من زكاة مالي؟ لا تحل زكاة الوالد لولده، لا تحل زكاة الوالد لولده، وبإمكانك تتقدم إلى المحكمة والمحكمة تدبرها، الزوج هذا تلزمه بالنفقة، إن كان حاضرا تولاها وإن كان غائبا يرسل النفقة للزوجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا صليت خلف إمام وشككت هل هذا الإمام ممن يرى أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، هل يسوغ لي بعد الصلاة أن أسأله فأقول أين الله أم لا يجوز؟ لا ما يجوز هذا، أحسن الظن وصل مع المسلمين، وما دام أنه ما تبين لك فيه شيء صل، الأصل السلامة والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بالنسبة للأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى، هل هذا من السنة؟ نعم من السنة، وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين رضي الله عنهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل ثبت أن من أسماء الله عز وجل الحنان المنان؟ المنان نعم، وأما الحنان لا، ما هو من أسماء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة، ليس لذات المسجد ولكن لسماع قراءة الإمام في ذاك المسجد؟ لا، ما يسافر لأجل حضور قراءة إمام، ما يسافر لأجل حضور قراءة إمام، لأن حسن الصوت وحسن التلاوة. لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بالنسبة لمسألة التصوير، هل هي من مسائل العقيدة وهل حصل فيها خلاف؟ إيش؟ يقول بالنسبة لمسألة التصوير، التصوير هل هي من مسائل العقيدة وهل حصل فيها خلاف بين أهل العلم؟ ما حصل فيها خلاف، الخلاف حصل في التصوير الضوئي، أما الرسم باليد أو النحت على الحجر أو بناء الصورة من الطين، هذا ما في خلاف بين أهل العلم أنه حرام، إنما اختلفوا في التصوير الضوئي، هذا هو، والصحيح والراجح أنه حرام لأنه أبلغ من الرسم باليد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز الاستنجاء بالماء المقروء عليه؟ الاستنجاء؟ نعم. ليش يستنجي به؟ يجوز الاستحمام به لا بأس، أما أنك تستعمله للاستنجاء فهذا لا يليق يعني بهذا الماء المقروء فيه.
نعم. وكذلك حفظك الله يسأل يقول: ما حكم الاستنجاء والوضوء بماء زمزم؟ لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أراد المسلم السفر وجزم عليه، فهل يجوز له أن يأخذ برخص السفر قبل خروجه من البلد؟ لا، لا يبدأ السفر إلا إذا خرج من عامر البلد، من عامر البلد يقال سافر، وسفر لأن السفر معناه الخروج، وهذا ما خرج، لا يزال في البلد، ليس مسافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في أثناء خطبة الجمعة، هل يجوز لمن يستمع الخطبة أن يتناول الماء ويشربه؟ إن احتاج إلى هذا فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب عند الصلاة وفي الصفوف أن تلصق القدم بالقدم؟ إيه، لكن ما يفحج مثل ما يفعل بعض، ما يفحج ويأخذ محل اثنين، تلزق الكعوب بالكعوب، بمعنى أنهم يتقاربون، يتقاربون بحيث تلزق الكعب بالكعب، تقاربون، ما أنه يفحج ويضيق على هذا ويضيق على هذا ويأخذ محل اثنين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الإمام لا يطمئن في صلاته فلا يتمكن المأموم من بعض الأركان، فهل تجوز الصلاة خلفه؟ لا، هذا ينصح بأن يطمئن في صلاته، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ركن، اركع حتى تطمئن راكع، يقول صلى الله عليه وسلم، اسجد حتى تطمئن ساجدا. نعم. كل ما ذكر ركن يقول حتى تطمئن، الحديث المسيء في صلاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لها أن تمشط شعر رأسها وهي ناوية للأضحية في أيام العشر؟ نعم، لكن ترهق ما يطيح من شيء، ترهق على الشعر ما يسقط من شيء، وإذا سقط شيء من غير قصد لا فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يشرع في الدعاء عامة أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في آخره، في آخره. نعم. فهل يشرع هذا أيضا في الدعاء في قنوت النوازل فيختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في شك، أحسن. نعم، وهذا من أسباب القبول كما في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل إذا لم يستطع الحج؟ نعم، تنوب المرأة عن الرجل، المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أبي أدركته فريضة الله وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يعطى من يسأل الناس المال أمام المصلين بعد الصلاة وهذا معتاد منه؟ نعم، السائل له حق، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إن كنت تعلم أنه ما هو محتاج فأنك تنصحه عن هذا الشيء، أما إن كنت ما تدري فأعطه بناء على سؤاله للسائل والمحروم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس يحتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويعتمد ويتكل على هذا الحديث دون غيره، يقول: فكيف الجواب عن هذا؟ الشيء يعتمد عليه بترك العمل، هذا الظاهر يا شيخ. من قالها ولم يتمكن من العمل ومات بعد قولها دخل الجنة، أما من قالها وتمكن من العمل ولم يعمل لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الكلام والحديث
فيما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم من خلاف؟ لا يجوز الدخول فيما شجر بين الصحابة، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وفي هذا الموضوع أيضا يسأل رجل يقول: هل يجوز لي أن أكثر البحث في هذه المسائل فيما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم لأكون لا تدخل في هذا، تهلك، تخطي بعضهم وتصوب بعضهم وتضلل بعضهم، لا تدخل في هذا، أمسك عما شجر بين الصحابة، أنت بعافية الحمد لله. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لا تدخل في هذا أبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس يضع على سيارته هذه العبارة وهي: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهل هذا أمر مشروع؟ لا، ما هو مشروع، هذا يمكن يتقي به العين أو يجعله حرز، ما هو مشروع هذا. نعم. يقولها بلسانه، وشو يكتب على السيارة؟ يأتي بالأذكار بلسانه ولا يكتبها على الجدران ولا على السيارات ولا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نمت قبل صلاة العصر ولم أستيقظ إلا بعد دخول المغرب، فهل أصلي المغرب قبل العصر أم ماذا أصنع؟ لا، صلي العصر قبل ثم صلي المغرب، ترتيب واجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للمبيت في مزدلفة، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى اضطجع إلى الفجر، يقول: من لم يكن به نوم فهل يشرع له أن يحيي هذه الليلة بالصلاة النافلة؟ الرسول ما فعل هذا، ما فعل الرسول هذا، فلا تحدث شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، نم، سأنتبه الأجر، نم وارتح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، هل المقصود أنها لا تشد لأجل الصلاة فيها، بمعنى أنه لا يجوز أن أشد الرحل لأجل لا يجوز السفر لمكان لأجل الصلاة فيه إلا المساجد الثلاث، لا يجوز السفر لمكان لأجل الصلاة فيه إلا في المساجد الثلاثة فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من كان أصلع الرأس وليس في رأسه شعر عند العمرة وعند الحج، هل يجب عليه أن يمر الموسى على رأسه؟ هكذا قال العلماء: يمر الموسى على رأسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أعمال يوم النحر هي رمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة، يقول: بالنسبة للنحر هل له علاقة بالتحلل الأول أو التحلل الثاني؟ لا، ما له علاقة، النحر ما له علاقة. التحلل 3 أمور: رمي الجمرة والحلق أو التقصير، الطواف بالبيت والسعي، هذه الأمور التي يتعلق بها التحلل، أما ذبح الهدي لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الضابط في تحويل الأموال من بلد إلى بلد آخر، ما الضابط الشرعي في ذلك؟ سلم المال اللي معك لبنك أو لشخص تاجر ويحوله لك إلى بلدك الذي تريد، تعمد واحد هناك يستلمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن التصوير محرم لوجود الأدلة على ذلك، هل يستثنى من ذلك ما يتعلق بالتصوير بآلة الفيديو؟ كل تصوير إلا ما رخص فيه لأجل الضرورة، لأجل الضرورة، مثل صورة الإثبات الشخصي وجواز السفر
والتصوير لأجل الدراسة ما يقبلونك إلا بالتصوير، هذا توثيق، هذا التصوير توثيق، ويجوز للضرورة، لأنك لو لم تعمله ما تمكن من حاجتك التي أنت محتاج إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا قدم الإنسان من الحج أو من العمرة فهل له أن يقيم وليمة بسبب ذلك؟ نعم، قدوم المسافر من باب الفرح بقدوم المسافر وشكر النعمة أيضا لا بأس. طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى بالملتزم، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألصق وجهه وصدره في هذا المكان؟ يقف فيه، ما هو بيلصق، يقف فيه ويدعو ربه، يقف في ما بين الركن والباب ويدعو الله، أنا ما هذا محل الدعاء وحري بالإجابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز التمسح بجدران الكعبة غير الركنين اليمانيين؟ لا، ما يجوز التمسح بجدران الكعبة ولا تقبيلها ولا إلا ما ورد في الدليل، الركن اليماني يمسح ولا يقبل، والحجر الأسود يستلم ويقبل. نعم. انتهى وفقا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.